السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكون يا صاحبي بخير وشعرك كمان بخير. هنتكلم النهاردة، ناس كتير سألتني أنا بعالج الصلع الوراثي وعاوز شامبو يكون بيعالج الصلع الوراثي. أنا جبت لكم قبل كده شامبو وعرضت لكم، كنت جاي جايبه معايا أوريه لكم أنتوا، يعني إحنا فيها ثانية أجيبه لك أهو. ده وده هو شامبو الوكيتا اللي احنا عرضناه قبل كده، انا بعرضه لك تاني اهو عشان انت لو ما شفتش الفيديو اللي فات. ده اول شامبو معانا لعلاج الصلع الوراثي، وعلشان تكون في الصورة انا هنا بتكلم عن شامبوهات بتساعد في علاج الصلع الوراثي. مفيش شامبو ينفع تعتمد عليه ان انت تعالج الصلع الوراثي، ولكن في شامبو ممكن تدخله في روتينك العلاجي يساعد معاك، بتزود معاك درجة علاج الصلع الوراثي. فهنتكلم النهاردة عن ثلاث شامبوهات. الحلو الجميل ده أولهم ألوكيتا، أنا اتكلمت عنه قبل كده. ألوكيتا من الشامبوهات الجميلة جدا، عبوة 200 ملي، سعرها 85 جنيه مصري. تمام أنا يا جماعة، مبدئيا الحلقة دي هيبقى الثلاث شامبوهات اللي بنتكلم عنهم ثلاث شامبوهات في السوق المصري، تمام، موجودين في الصيدليه تقدر تنزل تشتريهم. ايه علشان ما تتلخبطش، الوكيتا ده في منه نوعين، في الوكيتا العادي اللي هو ده، تمام، وده اللي هنجيبه، وفي الوكيتا دي اس. ده لو عندك قشره هتجيب الوكيتا دي اس، ده هو ده بتاع القشره. طيب حد بقى هنا يقول لي لو بستخدم مينوكسيديل وعندي قشره المينوكسيديل، هل الوكيتا دي اس اللي انت بتتكلم عنه ده هل هيقلل القشره الناتجه عن المينوكسيديل؟ اقول لك لا، قشره المينوكسيديل دي قشره ناتجه عن تكلسات او عن بقايا المينوكسيديل اللي بيكون موجود على فروه راسك، تمام، دي مختلفه عن القشره العاديه او القشره البكتيريه، ان دي مش القشره اللي احنا بنتكلم عليها. قشره المينوكسيديل دي اللي بيضيعها الزيوت، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، مش عايزين نروح بعيد في نقاط تانية، ولكن خلينا النهارده في الشامبوهات. شامبو الوكيتا ايه هي المكونات بتاعته؟ اهم ثلاث عناصر فيه من وجهه نظري هم الكافيين اللي هو اقوى من او من اقوى مضادات الصلع الوراثي، المنتول او زيت النعناع، ودي اكتر حاجه انا بحب احطها في الشامبو او اكتر حاجه بحب احس بيها في الشامبو، وتالت حاجه وهي السو بالميتو او البلميط المنشاري، دي نبته كده نتكلم عنها بعدين ان شاء الله، مهمه جدا في علاج الصلع الوراثي. وفي كمان ايه يا جماعه، في خلاصه زيت الامله، وفي خلاصة زيت شجرة الشاي، كل الكلام ده هنتكلم عنه منفرد بعدين. طيب هل الحاجات دي كلها موجودة في الشامبو ده وهتحس بيها قوي؟ الإجابة لا، خلينا واقعيين مع بعض، احنا مش ب 85 جنيه هيديك العالم، تمام. الشامبو ده شامبو ممتاز جدا، كويس جدا. اكتر عنصرين حسيت بيه فيهم هم الكافيين وزيت النعناع، ودول كفايه بالنسبه لي. الكافيين وزيت النعناع بالنسبه لي عنصرين كويسين جدا. الشامبو ده زي ما قلت تقييمي ليه قبل كده كان تقريبا 10 من 10، سعره كويس، كميته يعني متوسطه، هتلاقيه موجود في الصيدليه، ممكن تشتريه بمنتهى السهوله، هيساعد معاك في علاج الصلع الوراثي. ونخش على التاني اهو، هو ده التاني، مش عارف شايفينه كويس ولا لا. فوليجنت هو شامبو برضو انتاج مصري، ودي العلبة بتاعته في الكرتونة، هطلع الازازة واوريها لكم، ودي الازازة بتاعته من جوه، تمام. ده برضو من الشامبوهات الجميلة جدا في علاج الصلع الوراثي، او المساعدة عشان اكون دقيق، المساعدة في علاج الصلع الوراثي. دي بقى الازازة 250 ملي، اكبر شوية او اكبر ب 50 ملي من الوكيتا، ولكن نفس السعر، سعرها 85 جنيه. الاثنين سواء فوليجنت او الوكيتا الاثنين حلوين جدا، ممتازين جدا، لقيت معاهم نتائج فعلا عالية جدا. وفوليجنت يا شباب في مجموعة مستخلصات هقراها لك عشان كتير، عندك مستخلص البلميط المنشاري اللي اتكلمنا عليه، مستخلص الكافيين، مستخلص روزماري جميل جدا طبعا، مستخلص الجينكو، مستخلص جوجوبا، مستخلص القراص، مستخلص زعتر، فيتامين ه، وبنثينول، وزنك،
تمام، ما شاء الله في حاجات كتير جدا. المهم احنا سيبنا من اللي مكتوب على العلبة، انا ماليش دعوة باللي مكتوب على العلبة ده خالص، انا ليا بالعملي. هل هذا الشيء الجميل بيشتغل؟ اه بيشتغل، بيشتغل كويس جدا، سعره حلو ممكن تجيبه. مشكلتي معاه بس ان هو مش متوفر في صيدليات كتير، على عكس الوكيتا. الوكيتا هتلاقيه بسهولة، تمام. فوليجنت لا، يعني ممكن تلاقيه ممكن ما تلاقيهوش، تمام. ولكن الاثنين ممتازين جدا، عايز تجيب ده ماشي، عايز تجيب ده ماشي، الاثنين حلوين. يمكن الحاجة الوحيدة الزيادة في الوكيتا وهي المنتول او زيت النعناع، ده اللي بيميزه، تمام. لكن هنا في برضو عناصر تانية كتير زي الجينكو اللي قلنا عليه، زي القراص، دي حاجات برضو مستخلصات نباتية كويسة جدا موجودة هنا، مش موجودة في الالوكيتا. فانت شوف بقى، عندك ده خيار كويس، عندك ده برضو خيار كويس جدا. ونخش على التالت، الشامبو الياباني. ايوه الشامبو الياباني، حتى بص مكتوب عليه بالياباني اهو، تمام. بص يا اسطى عشان ما تقولش بس ايه ان انا بغشك، اهو بالياباني جايب لك شامبو من اليابان، تمام. الشامبو ده مش ياباني ولا حاجه، ده شامبو مصري والشركه اللي بتنتجه هنا في مصر برضو. هو شامبو بيتهيألي ان انت ممكن يكون الاسم مألوف بالنسبه لك لان انا اتكلمت عنه قبل كده، شامبو سيرو بايب، تمام. سيرو بايب انا كنت اتكلمت عنها قبل كده، كانوا عاملين سبراي للشعر ممتاز جدا وبيجيب نتائج حلوه. هو زي ما قلنا هو مش للصلع الوراثي، هو سبراي لتساقط الشعر العادي، ممكن تستخدمه للصلع الوراثي لو انت في المراحل الاولى، وهو بديل كويس جدا للكامينو موتو الياباني، تمام. ان في مادتين اللي موجودين في الكامينو موتو، حلو. المهم سيبنا من السبراي، خلينا في الشامبو بتاعهم. الشامبو بتاعهم بيقدم لنا ايه؟ نقول المكونات وبعدين نقول تقييمنا ليه. هو زي اخواته اللي قبليه، في تقريبا نفس الحاجات، ولكن يزيد هنا حاجة اسمها الكاميجين كي. الكاميجين كي دي يا جماعة حاجة بتساعد على زيادة نمو الشعر، يعني بتخلي الشعراية الاناجين فيز او الفترة بتاعت النمو بتاعتها تزيد، يعني ما تقعش بسهولة. من الاخر عشان نجيب من الاخر، خليها ما تقعش بسهولة. في كمان معانا خلاصة القهوة اللي هي الكافيين، وفي خلاصة زيت الأرجان، وفي بايوتين، وفي فيتامين اي، وفي في ايه ده، وفي شوية مواد كده انا مش عارف اقرأ اسمها ومش فاهمها، بس هي شكلها حاجات كويسة يعني. المهم الشامبو ده انا هطلع لكم شكله عشان تشوفوه برضو. هو ده يا جماعة، تمام. صراحة الباكجينج بتاعت الشركة دي بتعجبني جدا، باكجينج حلوة، ازايز حلوه، الازازه دي الوحيده اللي فيها مضخه، تمام، اللي هي بتدوس عليها بتنزل. الازازه دي كبيره، الازازه دي 300 مللي، يعني اكبر من ولاد عمه اللي تحت، تمام. ولكن هو الاغلى على الاطلاق، سعر الشامبو ده للاسف غالي شويتين على منتج مصري، يعني سعره 160 جنيه. هتلاقوه موجود في الصيدليات، بالذات صيدليه العزبي، هو موجود هناك على طول بشكل دائم. لو انت ما عندكش مشكله في السعر ممكن تجيبه. الشامبو ده بقى انا ارشحه لمين؟ للناس اللي بتحب تغسل شعرها يوميا. ليه؟ الشامبو ده قوامه خفيف جدا، والشامبو ده كمان المواد اللي هي بيسموها المنظفه او المواد الحاميه الكاويه اللي فيه مش كتير. فاهم قصدي؟ اتمنى تكون فاهم قصدي. المواد او الناس اللي بتحب تغسل شعرها يوميا بشكل يومي، على فكره غسيل الشعر يوميا مش في كل الاحيان بيكون مضر، في احيان بيكون كويس واحيانا بيكون مضر، ولكن احنا هنا بنتكلم عن غسيل الشعر. الناس اللي بتحب ناس شعرها دهني جدا، في بعض الناس شعرها شديد الدهنيه جدا وبتحب، وبالذات الرجاله يحبوا يغسلوا شعرهم بشكل يومي. لو عايز حاجه تغسل بيها شعرك يوميا وفي نفس الوقت تحافظ عليه، سيرو بايب شامبو خيار كويس جدا ليك. المواد الكاويه اللي فيه قليله، فيه خلاصات او مستخلصات اعشاب كويسه جدا، سعره غالي شويه ولكن يعني حلو. لو في حد عايز يسال على اي نوع شامبو تاني يكتب لي في التعليقات، لو حد جرب نوع شامبو تاني حلو برضه ونفع معاه برضه يكتب لي في التعليقات، اتشرف جدا ان اشوف تعليقاتكم وارد عليها. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك من زرار اللايك اللي هنا، واشترك معانا في القناة وفعل علامة الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول باول. واشوفكم على خير في حلقة جديدة برنامج اكسبيرمنت.
السلام عليكم.